بعد الانفجار ما بعرف انا حسيت ذات كل شيء بعمله ما بحبه او كل العالم اللي بعاشرها ما بحبهم عن جد كنت مجبور اعاشرهم او زي فكت بحطهم على جنب you only live once and it's fucking true لانه شفنا قصص مش معقول and رح كفي بهيدي الفلسفي I don't care anymore يخل همي 100% ما بتسوى شيء مزبوط مش عادة برسة على فكرة لا نتالي عندها شيء بتقوله كتير حلو انه لحقنا وجينا خلينا نتسلى لا مزبوط هي كتير هيدي كتقولها قبل كل هالمصايب على فكرة مش انه يعني خلينا اول ما تعرفنا عليها هي كتير بوزيتيف وتخيلوا انه لبنان كان صفا في مرحلة قطع كنا انه عادة يعني ايام العز ما تواخذنا كنا عايشين وبرضه نحن كنا انه عندنا مشوية هيك انه مشاكل وهيك compared to هلا فأنا طريقي إن كل وقت قلنا إنه لحقنا وجينا تعاون نتسلى ونحن قلنا بليز ما قديه بوزيتيف أنت خلص طلعي من راسي هلا إنه إيه معها إنه اتوك بلاست يعني تنعرف إنه ناتالي لأنه كل لا بس هي لأنه من زمان مش إنه من زمان كلنا كنا شايفين القرف يعني ولا مرة إنه نحن من قبل من أول ما بلشنا نشتغل بلشنا نشوف القرف فإنه شو عنا حال يعني شو في حال أوكي سافرنا ورحنا وبعدنا واشتغلنا برا وما بعرف شو عملنا كل شيء مش انه في شيء مش انه في حال في سولوشن ما جربناه فانه ما بس يعني شو عنا انه شو فيها الحياه اذا مش تنبسطي هلا اذا فيك تنبسطي صعبه الناس يأسنين بتحسي حواليك الناس يأسنين بس فيك يعني. تنبسطي بابسط شغله هلا اصلا ما عندك غير حال اكثر من ابسط شغله ما في يعني هلا منتظر ابسط شغله تنبسطك يعني. بس انا بحس انه تنبسط مش معناتها انه مش معناتها انه خلص انه تسامحهم ام انه انت تتغير انه شو بدك بالحياه او لازم كلهم يفلوا هلا عرفت ما خص ها بها شو تنبسط يعني تصير بلا مخ يعني 100% ايه انه فينا نعمل عرفت انه فينا ننبسط بس بنضلنا مكفيين على شو عم لوين بدنا نوصل لك حق تنبسطي شو لك حق تعيشي لانه بعدين شو بتعملي اذا بدك تضلك يأسانه ومش عم تقدر اصلا اذا ما عندك بوزيتيفيتي ما فيك تكمل المشوار لانه المشوار طويل كثير